البروجي معليش البروجي تاعك كي درتو في فاتر كوريكت مين عاونوك ان شاء الله باذن الله ان شاء الله يلا انت كي درت البروجي كي جوزتو جوزتو افيك اون سوبرفيسي طور احنا حسب لابسي لا لا احنا دوموندينا 6 هكتار انا 3 هكتار حبينا نديمارو حبينا نديمارو كي جينا نديمارو كي بعثوا لنا لي بلون خدمنا كنا خدمنا لقينا الفور يودي فيها 300 متر ما تجيناش تطير احنا اللي راه عندنا ان شاء الله شوف معليش دوك احنا ان شاء الله مع القانون الجديد ان شاء الله على كرياسيون تاع لاجونس لاجونس كونسيونديسيال اللي راح تكون عندك كل الصلاحيات في عمليه التوزيع راح نعاود ندوسو الملف تاعك من جديد على مستوى الولايه يعني المحلي هنايا ونشوفو نقدر نمشي عنه هذه لازم لازم نزيدو ان شاء الله ما يكونش بك شوف سيد الوزير شوف سيد الوزير هذا الدا اسمعني مني هذا الدا انت لا 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 عليك سونسيون تاعو ما تعطش على لا 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 ما تاثرش الدا انت لا قولوا تروا له قدام لي تروا له نورمالمون يروحوا لا لا بصح حنايا هذاك نعوضوا له شوف ما معطيناش فارغين 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 حنا هو بنا وحنا ريبنا نفهموا ليكستونسيون بلا رخصه بلا رخصه فوالا بصح دروك ملف ورانا ندرسوا فيه دروك انا هذه رساله لكل المستثمرين ايه ما لازمش كل المستثمرين هذه رساله ما تفهمها ما تم انجازه سابقا خارج القانون لن يسمح لهم من اليوم ان شاء الله هذه تعليمات السيد رئيس الجمهوريه راح تكون مرافقه من طرف الساده الولايات المتابعه الصعيبه اللي يتزوج ميترا ما كاينش حنا اليوم دوك حنا سيفري كما قال السيد رئيس الجمهوريه وين كانت الاداره تراقب اليوم الحمد لله الاداره يتراقب او طيح لك او دار العمل تاعو داكور وتزيد تفوت ثاني ميتر يزيد يطيح لك ميم شوز جيبها في اطار قانوني اطار قانوني دير الملف تاعك يدرس على مستوى وان شاء الله ندرسوه ان شاء الله ولا